أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج. اليوم رح يكون البداية من الحمل حتى الحوت. اليوم تتحسن أوضاعك المهنية وينتعش حضورك الذهني ويساهم في رفع قدرتك للتكيف مع كل الأمور والأوضاع. وإذا تحدثنا عن العاطفة يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة، طبعا هذا يرفع يعني أسهمك من أجل مستقبل واعد، وأيضا اسمك اللي رح يكون واعد مع هذا الشخص وحضور الكبيرة. وإذا تحدثنا طبعا عن الصحة بين السمنة والتخلص من عدها مرحلة من الالتزامات والقرارات طبعا بين إيديك حتى تتخلص من عدها. ومولود الثور اليوم عناوين مهمة وكثيرة للمرحلة المقبلة، لكن الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت لتتسرع حتى لا تدفع الثمن غالي جدا. أما العاطفة اليوم والوضع العاطفي يشهد جدال وخلاف راح يعني يزول طبعا تدريجيا بعد ما تكون الأجواء أكثر إيجابية، وربما راح تحاول أنه تخرج من البودقة اللي أنت بيها، وهناك مفاجآت جدا كبيرة على هذا الصعيد. طبعا إذا تحدثنا عن الصحة حيويتك وأمورك والبحث عن كل ما هو جديد ودائم راح يكون سبب علاجك النفسي. الجوزاء اليوم تخفف الضغوط المهنية وربما تتاح أمامك فرصة جديدة وغير متوقعة، وربما راح تكون تسوية الأمور العالقة بينك وبين بعض الأشياء اللي كانت ربما متوجس من عندها. أما العاطفة تجد نفسك في موقف حرج أمام الشريك بسبب بعض الأخطاء، لكن ذاك الموضوع راح ما يستمر طويل إلى أن ينتهي وتشعر بالراحة التامة. أما الصحة مرور هذا اليوم من دون أن تخالف التعليمات الطبية المطلوبة من عندك للمحافظة طبعا على صحتك. وإلى مولود السرطان سريعا اليوم ربما تدفعك كثرة الانشغالات إلى بذل جهود مضاعفة، النتيجة طبعا راح تسعدك كثير وتحفزك على المزيد من العطاء. العاطفة اليوم أيضا راح يكون ربما تغاضي الشريك عن تجاوزاتك، فرصة لك حتى تغير تصرفاتك أزاء وباتجاهها، وهذا طبعا راح يفرض الحذر على نفسك أكثر مما يفرض على يمكن الشخص اللي أعطاك هذه الفرصة. الصحة طبعا راح تكون سليمة وتسعى إلى بقائك على يمكن شوية حذر إلى أنه تتحول من شيء من حالة إلى حالة، وحاول أنه ما تفرط بهذه الفسحة من الوقت حتى تأخذ وتلتزم بعلاجاتك. وإذا تحدثنا عن الأسد، الأسد اليوم راح يثير هذا اليوم طبعا ربما يكون ظروف معينة وتساعدك على التخلص من سوء تفاهم وتتيح لك طبعا مناخ مهني مناسب جدا، والعاطفة راح تقابل الشخص المناسب وقد يشعرك هذا بالارتياح الكبير وبعدم يوم صعب أمضيته أخيرا مع نقاشات ما إلها أي جدوى والنتيجة بانت معك. الصحة يعني قدرتك على تحليل الأشياء الكبيرة لديك يعني يمكن هدف حتى تسعى دائما حتى تحققه، وتريد مثلا أنه تخسر 30 كيلوغرام من وزنك هذا بسرعة من دون استشارة الطبيب، طبعا هو الهدف دائما أنت ترسمه ودائما تحقق طموحك مثل ما يقول إصرارك على هذا الموضوع. إلى مولود العذراء اليوم يفرض هذا اليوم المشاريع والتزامات مالية جديدة ويضع حد لحريتك في التصرف، فانتبه لتحركاتك المهنية المقبلة. أما العاطفة راح تمضي أوقات رائعة من الحب والتواصل الجميل واللقاءات المميزة مع الشريك. طبعا الصحة راح تحاول أنه تستشير طبيبك من دون الحين أو بين الحين والآخر، وأطلب من عنده أن يعطيك فرصة لتقوية الفيتامينات في جسمك وربما الحيوية اللي فقدتها مؤخرا. طبعا الميزان يسهل عليك طبعا إعادة تصحيح المسألة أو العودة إلى قرار أنت اتخذته بين ذلك أو بين بعض القرارات اللي تحاول أنه تحسمها، وأنت تسرعت في اتخاذ هذا القرار حاول أنه تتراجع به وتفكر به بطريقة أصح. العاطفة الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان المرحلة طبعا المقبلة مع الشريك، وهذا غير جديد طبعا عليك لأنك دائما الأقوى في مواجهة كل مشكلة. الصحة قم ببعض التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل، طبعا خصوصا تمارين العنق والكتفين اللي بلشت مؤخرا مع هذا المولود وواضحة جدا. أما العقرب تشعر أنك تقف أمام حائط مسدود، وذلك بسبب وجود القمر طبعا في برج الأسد، المشهد اللي يشكله مع الكواكب الأخرى. والعاطفة مهمة سهلة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، وراح تحاول الأمور وتواجهها بهدوء وما راح تحاول أنه تتسرع في تقدير الأمور لأنها دائما في صالحك. أما مولود طبعا هذا المولود من العقرب الصحة، احزم أمورك على الصعيد الصحي ولا تتهاون في أي شيء يمكن أن يؤثر سلبا طبعا في وضعك الصحي. وإذا تحدثنا طبعا عن مولود اليوم مولود القوس تكون الظروف
كلها مشجعة كثير على التحرك والاستثمار وتوظيف الأموال طبعا وتحقيق الأرباح معك. أما العاطفة رح تكون طويل البال مع الشريك وتمنحها مزيد من الوقت، هو يساعدك كثير ويحقق لك أو يستحق من عندك التضحية والولاء له. طبعا الصحة تتجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة طبعا اللي تعاني من منطقة الربو وضيق في التنفس، هذه هي المواليد اللي ننصحها دائما. أما جدي محاولات حثيثة للقضاء على طموحاتك، لكن هذا راح يزيد من عزيمتك على المواجهة وبقوة هذه المرة. طبعا العاطفة لا تفكر إطلاقا في استفزاز الشريك، ربما يريد أو يرد عليك بعنف ما كنت تنتظره. والصحة لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك. طبعا مولود الدلو تتخلص اليوم من المعترضين على مشاريعك قبل أن يطلع أو يطلعون عليها، وتحاول أنه تحل أو تتحلى دائما بالصبر حتى توضح الصورة أكثر مما كانت عليك سابقا. طبعا إذا تحدثنا عن العاطفة راح تشارك أو ربما هناك مشاركات في اتخاذ قرار مهم مع الحبيب، هو إلى كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان. أما الصحة آلام خفيفة تنتابك بين الحين والآخر، ولا تخفف ولا تحاول أنه تتجه نحو التوتر الأعصاب، وحاول أنه فقط تخفف شوية من حدة سلوكك وكلامك ونمط حياتك الصعب. أما مولود الحوت أخيرا لا تحاول أنه تتدخل أو تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك. طبعا رياح التغيير بدأت تهب وتنظر بحسم قريب. أما العاطفة لا تعكر صفو الأجواء مع الشريك بعد ثورة الغضب اللي ربما تحكمت في قراراتك في الأيام الماضية. طبعا الصحة راح تحاشى محاولات استدراجك إلى أنه تغضب حتى تحاول أنه تعوض وضعك الصحي للحفاظ على يمكن بنية صحيحة وسليمة، ودائما استشر الطبيب قبل أن تبدأ بأي علاج آخر. مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. راح ننتقل وإياكم إلى القسم الآخر من فقرتنا الصباحية، الاتصالات ومشاركاتكم، ونروح إلى اتصال هاتفي أول. ألو. ألو مرحبا. ألو صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا، منو معايا؟ اسمي فاطمة. فاطمة؟ فاطمة من وين أنتي؟ من أربيل. يا حي الله أهل أربيل وكل المحافظات العزيزة. أريد أعرف للبروين. عفوا؟ للبروين. إيش صوتك مو واضح معي؟ بروين بروين. بروين. أها يعني مو أنتي اللي راح نشوف لك لا لا أختي. بروين. إيه. بروين. 2/9. راح تكون مولودة 2/9، مولودة العذراء. إيه. تمام. أعطاها عطارد وطبقها ترابي. ايه 79. 79؟ نعم. تمام. ايش هي ساعة الولادة؟ والله ما اعرف. مو هيك بهيك حالة يا فطومة يا حبيبتي، راح نرجع للاسم. طيب إذا أنت كنت متابعتني أني آخذ 3 وجوه لكل مولود. نعم. إذا كان هذا الوجه ما يناسبها يس اوكي، انه ممكن يروح احتمال على الوجه الاخر، لكن ممكن انه نحصل صفاتها ونتحدث عن المطلوب من عندنا. تمام؟ يلا شنو راح تساليني حبيبتي؟ للصحه يخاف. ها؟ كل شيء يخاف يخاف يخاف. للصحه. اوكي انا الصحه. اوكي يلا شوفي ست فاطمة، احنا دائما نتحدث عن 3 صفات، هذا من ضمن الصفات اللي تناسب بروين. بروين متوسطة في الطول، بيضاء البشرة. تمام؟ لا اسمر اسمر. اذا هذا شوفي قلت لك اشترك الوجه الاخر. اذا كانت الحنطية على صفار شوية. ايه. تمام؟ تمام تمام. صاحبة شعر خفيف كأنه؟ شنو؟ صاحبة شعر شوية خفيف؟ نعم نعم. تمام؟ صح تمام. شوفي أول الصفات اللي واضح معايا كأنه هذه البنت متعرضة لصدمة أو خوفة معينة. نعم صحيح. تمام تمام تمام. شوفي كل الصدمات اللي تحدث للناس على حد سواء الكل، يعني من احنا من شخص شخص واحد بس، هذه الصدمات لو تعرفين شنو تنتج عنها، تنتج من عندها أمراض جدا مزمنة، كانت تكون الضغط والسكر وربما أشياء حتى للبهاق حتى للكلف للنمش، هذه اللي استرجاعات النفس طبعا. لكن هي بدت معاها بخوفة، وهذه الخوفة يعني مو مرض عضوي، لكن طبعا من الطوالع السيئة اللي ساكنة هذه البنت، معاها أحلام وكوابيس ومنامات سيئة. دا تشوف يعني مرات مرات مو دائما. نعم. إذن حبيبتي يعني خليني اقول لك قضيه، هذا الموضوع راح يعني يحاول انه
يتطور معاها مع الوقت. اللي اتمنى من عندها او من عندك على يعني الخصوص انه نخلص من هذه النوازل السيئه اللي كلش باديه معها. للعلم هذه موجوده في اعلى ظهرها، يعني باديه من اكتافها، وهذا الموضوع صحيح؟ صحيح. تمام، العله هنا بالضبط. زين، اسالك سؤال. هي وتنام تهز برجلها، كيف رجلها احيانا؟ صحيح. تمام؟ تمام؟ هاي مو هي اللي تهز برجلها، هذا العارض اللي معاها هو اللي علم هذه الموضوع. شوفي. كالتالي، سورة طه. سورة طه. طبعا هذا راح يكون مع زيت اللي احنا راح نحكي عنه، الخل الابيض او الاحمر، اي خل، كان تفاح، طعام او احمر، راح يكون على صفحة، وراح يكون معاه شوية ملح وزيت الزيتون، كلش مهم. هات تركي على جنب، وتجيبي لي ايضا صم من الملح اخر بايدك، مع شويه ماء باناء نظيف. وراح يكون طبعا الخل اللي راح تديرينه بالاناء اللي احنا حكينا به، وتقرأين عليه سوره الجان وانا انزلناه، وراح تقرين عليه ايضا آية الكرسي. طبعا آية الكرسي 70 مره، والمعوذات عليها، لانه هاي من يعني من اشد اعداء النوازل السيئه اللي يصيب خصوصا النساء. هاي للنساء مو للرجال يعني. بعدها هذا الماء راح يكون طبعا تخبطيه وتكملي ويكون بالخارج، خلي يصير مع يعني يبات تحت النجم، اي لان طالما نحن نتحدث عن طوالع لازم النجم مالتها راح يعلم على هذا الموضوع. يبقى حتى الصباح، وبالصباح الباكر قبل بزوغ الشمس، كلش مهم. ما ينفع الموضوع اذا مو طلوع الشمس. راح تستحمالي بهذا الماء ان شاء الله، ونرجع مره ثانيه سوره طه بس على الزيت، زيت الزيتون والخل قليل، بعدين تدهنين الجسم مباشره كانه تدليك، حتى الراس حتى الشعر كله، وتلفيها بقطعه قماش او اي شيء يكون شويه متوسط مو ثقيل، وتتركيها اقل يعني اقل شيء ساعه. بعدها البنت كل شيء ما فيها لا خوف ولا نوازل سيئه ولا هم يحزنون، حتى شكلها راح يتبدل وترجع الى طبيعتها. للعلم هذه البنت خامله وكانها تعاني من داء الدمغه او الدماغ. تمام؟ يا نعم. تمام حبيبتي؟ يعني نعم تمام، بس ماكو شيء للمستقبل؟ للمستقبل، انت سالتيني عن حاله مرضيه. المستقبل ايش هو اللي حابه تعرفيه ايضا معانا؟ يعني اخاف من المستقبل. ايش عفوا؟ تخاف شنو؟ يخاف من المستقبل. يخاف من المستقبل؟ اي والله. هذا المستقبل اللي هو نفس الطوالع السيئه اللي احنا بدنا نتحدث عنها. اعملي لي هذا الشيء وعاودي مره ثانيه الي وارجعي لي، وانا حقول لك شنو راح تسوي بالمستقبل. ست ميس، بالقران ما عنده احد. لا اخ عنده، لا اب عنده، ما عنده كل شيء. اذا تقدر للحواء اخته. للزواج، شو يتزوج له لا هالسنه؟ ها تبحثين عن النصيب تساليني قصدك؟ للحواء، للحواء. للايش؟ اذا ماكو زحمه، للحواء. سوري ست فاطمه مو فاهمه عليك، تقصدين الزواج؟ للحواء، 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 مال البريون، للحواء. تقصدين للزواج؟ ايه صحيح. يعني انا نحكي عن عندك والده. مو هي نفسها بروين ولا شو؟ لا 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 حواء. ها حواء اسمها؟ ايه حواء. طيب انا ما اعرف الاخ المخرج شنو يقول، لانه احنا اخذنا مساحه خاطر كبيره. خاطر الله، خاطر الله. يلا تفضلي تفضلي تفضلي. 2 2 5. اي سريعا سريعا يا فاطمه، مولوده الثور. اي اي 89 ترابي. اها 89. اوكي، ايش ساعه الولاده حبيبي؟ والله ما. طيب يلا مضطرين ناخذ الاسم. نعم إيه؟ مضطرين مضطرين ناخذ الاسم سريعا حتى نحكي. حواء. حواء اسمها؟ نعم. تمام، ساعة الولادة مو واضحة معاش، ماذا تعرفيها؟ لا والله. يلا حبيبتي خلينا نسولف. الو. الو. قضى الاتصال ويا ست فاطمة، عاود الاتصال ست فاطمة، نحن معاش، اوكي تمام. يلا مع اتصال هاتفي آخر. الو. الو. الو مرحبا، من معايا؟ نعم، معي من أربيل هيفاء. الو الو هيفاء، صباح الخير. قطع الاتصال للاسف مع هيفاء. اوكي اتصال هاتفي اخر. الو. الو السلام عليكم. صباح العافيه. الو صباح النور. والله صباح العافيه. شلونك تسمعي؟ يا قلبي انتي شخبارك؟ منيحه تمام، انت شلونك؟
تمام الحمد لله. حبيبتي الغالية. منو معايا؟ منو معايا؟ نبأ. نبأ؟ نبأ. شلونك نبأ؟ تمام الحمد لله. دوم يا ربي، من وين نبأ أنتِ؟ من بغداد. يلا، حي الله البغداد وكل المحافظات العزيزة. جميل. أي حبايب، يلا سولفي لي. على مود الفايتين الأعشاب. أي. أي وسويتهم. أي. أو بالأول شنو كان؟ نبأ. ألو؟ وياك. أي نبأ، بالأول شنو كان الوضع؟ الوضع على مود قلت عندي شنفس. أي. 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 عندي نفس وقلت لي سوي شفنا طيتيني، قلت لي لتر مال مي. أي. و وشيب. وصدر. أي. اي كانت، اي كانت عن ايش هي هاي؟ كان شنو عارضك؟ فقط النفس عندك؟ اي اي وبعدين؟ هسه شلون صرتي؟ وبعدين سويته. اي اي وشويه قلت والكحول وياك من طلعين مستحمين دي. اي شلون صرتي؟ أي. اكو تحسن؟ كل خابريني ما تلو. اوكي، انت من سويتي هذا الشيء صار عندك تحسن؟ شويه يعني. يعني شوية شلون؟ ايش بديتي تحسين؟ يعني مرتاحة. وبعد؟ ايه. بعد شنو حسيتي؟ هو حسيت جسمي مرتاح وهاي. تمام، ماشي نبأ حبيبتي. طالما انه احنا حلو اكو نتائج انه بديتي تحسين وتشعرين بشيء من الراحة، شيء اختلف الموضوع معك عن سابقها. تمام. تمام. نبأ، انت كنت مريضه لو فقط او جاء عندك شنو كان العرض حتى نعرف الخطوه التاليه ايش هي؟ لا ما كان عندي اي شيء، لا اوجاع ولا شيء، بس لا. من حكيت وياك اي قلت لي عندي نفس و نعم تمام، كنت جسمي كله بيوجعني. تمام تمام تمام. شوفي نبأ، هسه الخطوه التاليه شنو؟ اسمعيني، تسمعيني نبأ؟ تمام وياك حبيبتي، باي. هاي الخطوة. على مود القسمة هي هم قالت لي القسمة هم مالتك. هسه انت احنا طالما النفس وصلنا يم شيء للنفس، خلينا نكمل العلاج لهذا الموضوع اللي نتحدث عنه حتى تكون الامور الباقية كلش سهلة عليك. تمام. تمام، شوفي نبأ، انا البارحة تحدثت عن كرامات عشبة شنو؟ الحرمل. مو كون الموضوع انه احنا ما عندنا شيء ولا عندنا سالفه، ترى مو الموضوع انه خلصنا ترى ماكو شيء حتى اقول لكم على الحرمل، لا. يعني انا اقول لك لو تعرفين شنو فوائد الحرمل لكان ولا بيت اقتنع عنها. مساله الحرمل طبعا احنا طالما كملنا الاشياء اللي تسويتيها كل البيت يوميه بهذا الموضوع، يعني انه لا تتركينا ابدا. شوفي راحة الهدوء والاشياء السكينه راح تكون بالبيت. بعد هذاك الموضوع ايش راح تكتبي لي؟ وياي انت؟ وياك. راح تكتبي لي طبعا هذا الموضوع راح يكون في عين ماء جاريه، يا ريت تكون يعني. والثانيه تمام. ايضا همين الخسل افضل لك هم تكملين معاها. تكتبين طبعا الايه وقل جاء الحق، الايه هاي. وفيه شفاء للناس واذا مرضت فهو يشفيني. تمام؟ تمام. كلش مهم هي هاي الايتين، بسيطه حيل، اذا كانت اكو عين ماء جاريه توديها بيها لانه أو زدتيها بها لأنه كلش مهمة من حيث القسم والنصيب المتوقفة حتى تجري جريان الماء. جدا مهم هذا هو الموضوع، سهل وبسيط حيل، اعملي فقط هاي لأنه النوازل اللي صايبة معاك نوازل جدا يعني ذات تأثير مأثر معاك، اعملي فقط هاي الشغلتين وعاود الاتصال بي، مكملين الحالة اللي راح تبقى معاك الخطوة الثانية. إن شاء الله نسمع أفراح بهذا الموضوع. تمام. بلا زحمة عليك اسمعي. بس اريد اعرف والدتي. اي 22/10. 22/10. تمام تمام. 74. اوكي ثواني خليك معايا، حسب حسابي الخاص راح تكون من مواليد الميزان. نعم. وراح يكون طالعها الزهرة وطبعها هوائي. تمام. ايش اسمها والدتك؟ بشرى. بشرى؟ ايه. اوكي بشرى. بشرى ساعة الولادة شنو؟
والله ما عرفت. طيب ماشي، نرجع على اسم بشرة حتى نحاول انه نطلع منه زين. عن شنو تسألينا حبيبتي؟ يعني اي مشروع انه وافق علي عن المادية انه ما ينجح وياني. بالنسبة للماما هاي يعني هي اللي تعاني من هذا الموضوع؟ اي، وللبابا هم. اي؟ اي، عندنا بيت. اي. هم نريد نبيعه ومين بعد صار 4 سنوات. طيب، يلا. يعني مادتنا حيل تعبانة. يلا، خلينا نحكي عن صفات بشرة تريدين؟ يلا تمام. عن الماما؟ يلا، خلينا نسولف عن الماما، شوفي. صفات الوالدة متوسطة في الطول، صاحبة وجه مستدير شوية دائري حلو عريض. تمام. تمام. حنطية. تمام. اكو علامات او اكو نمش او حفر قديمة على خدودها منا ومنا شوية. ايه عندها كلف. صحيح تمام. صحيح كلامي هسه؟ تمام. زين، شنو الشيء اللي ضايع لها من فترة وندمانة عليه؟ ضايع لها؟ اكو شيء ضاع من عندها مضيعته من فترة؟ طيب ضيعته. اذا ماكو شيء ضايع من عندها مخل تنتبه الى شيء ربما تتاسف عليه بعد. لا لا ما عاد شيء ضايع منها اصلا. خوش تمام، خلي تنتبه على القادم لا سامح الله. اكو شيء كان يكون احنا ما نريد نضوجها يعني مو اكثر من الموضوع اللي هي بيه، بس يعني بس تنتبه لشيء يمكن تزعل عليه اذا ما زعلان عليه. يعني شنو؟ يعني هو شيء راح تزعل عليه، راح يضوجها، شيء راح تضوج من عنده او تزعل عليه. هو ابنها انفقد. اي مو دا اقول لك اكو شيء مضيعته وقلبها محترق عليه، شيء ضالع من عندها. اي صحيح، اي ابنها انفقد. اي مو دا احكي لك، اي مو دا اقول لك، تمام. لذلك انا مرت اقول لك لانه طالع شيء مفقود يعني من شيء كلش غالي وعزيز عليها. فمريض يعني اخوفها واخرعها من هذا الموضوع، عموما هي تعدت هذه المرحله ان شاء الله يا ربي سلامات. شوفي إيه شوفي يعني شوفي والله العظيم هذا الخير اللي بايدي معاكم بعد شيء تقريبا 8 أشهر من الان. مو اني اشوف الفلك يقول ارزاق كبيره، اموال هوايه داخله، ربما تكون هي فعلا يمكن بيعت البيت او ربما تكون من مشروع محدد او شيء عامه داخل على الوالده، في طالع الوالده هذا الموضوع للارزاق. ايش راح علمك شنو تسوين بعدك وياي؟ وياك تمام حبيبي. راح تجيبي لي راح تجيبي لنا فد مربع صغير ورقه بيضاء. وياك تمام. وراح شنو تكتبين بها؟ طبعا للعلم اني اتمنى اذا تنتظرين ويانا على اسم الوالده وحسب بصمتها ما اريد نعطيها شيء من العام، كلش راح تستفاد وياي. طبعا هاي لرجال الاعمال اللي فقدوا اموال، للناس اللي كانت جدا تعبانه، صراحه انا اتمنى اساعد هذا الموضوع، وانتم شافت عينكم دا تشوفون الناس اللي دا نسوي لها هاي الاشياء، ودا تتصل بينا ودا تقول انه الحمد لله والشكر ارزاقنا بدات تتحرك وامورنا بدات نحو الاحسن. اذا تحبين اني اقول افضل تعاودين الاتصال بي على بعد بكره ان شاء الله، راح نعمل لك وفق ارقام على اسم الوالده، وراح ان شاء الله هي مجرد ترى استحصالات لله سبحانه وتعالى، هو تضرع بالارقام واسماء الله والنبي ادريس لاستنزال الارزاق من الواحد الفتاح، وهذه الامور جدا وارده طبعا في بعض العلم والارقام الحديثه اللي انا عن تجربه صراحه يعني اسويها. والله العظيم ما افتقرت ابدا في حياتي ولا احتاجيت لاحد ابدا، والحمد لله والشكر اموري باحسن حال، علما احيانا اكون يعني تتوقف الحال، لكن اشوف الله سبحانه وتعالى يمشي الحال باحسن ما يكون. عموما مع بشرى عاود الاتصال بينا يومين ان شاء الله، انا راح اسجل معايا هنا راح يكون وفق للارقام عن الرزق. عاود الاتصال بينا يا حبيبتي يا نبا حول مساله الماما وان شاء الله يا ربي خير. نعم اتصال هاتفي اخر. الو 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 صباح الخير. صباح الخير. صباح العافية. هلو صباح الخير. صباح العافية.
أولا صباح جميل وحلو على كل متابعينا وين ما كنتم تتابعونا. رجاء يا أخوان يا أخوات ابتعدوني من التلفزيون واسمعيني من الهاتف حفاظا على الاتصال حتى نستطيع أنه نتواصل وياكم بشكل صحيح ونأمن احتياجاتكم ويانا. هيجي بهالطريقة هاي ما راح تقدرون تستفادون ويانا، والاتصال راح ينقطع وبالنتيجة ما راح نستفاد لا احنا ولا انتم، الوقت راح يروح جزافا هيجي. تمام، نشوف اتصال هاتفي اخر نسمع. الو الو، صباح الخير. يما صباح العافية، يمكن اعرفها هاي الحبيبة منين؟ فاطمة من كربلاء. فطوم، شو اخبارك قلبي؟ الحمد لله. شلونك فاطمة؟ فدوى قلبك حبيبة انت. الله يخليك. شلونكم شو اخباركم؟ والله بخير الحمد لله. يا ربي دوم ان شاء الله بخير وصحة وعافية. الله يخليك. اي فطوم. اي ستني. شكو ماكو؟ والله. شلون جو الشتاء؟ جو الشتاء حلو، شلون سويتوا ما سويتوا؟ والله ماكو شيء حاليا، الجو مغيم. اي الحمد لله، عاد خلصنا من الشمس. مع انه الشمس طبعا تدرين لو انت تعرفين شنو الشمس بحياة الابراج خطيرة، بس شو نسوي احنا كشمس مباشرة ما نريد، حارة كافي بعد. اي انا ما تناسبني الشمس ابدا، ما تناسبني الشمس ابدا، ما اتحمل. صحيح. ماشي فطوم، يلا حبايب سريعا. اي على ام حابس. اي يلا هيا يلا. ايش اسم الماما؟ قنديل. قنديل اسمها؟ اي. ايش قد حلو هذا الاسم. صدق؟ اي والله، لانه شوفي تدرين انت كل انسان ياخذ حظه ونصيبه من اسمه. بس هي ما عاجبها. ليه الشك؟ والله اني هسه لو يسموني قنديل اتمنى. فشي غريب. شي يعني شي جديد انه انا قنديل، يعني منيره مضيئه. صحيح. يلا. مواليدها 29/1/58. مواليد 58 29. نعم. واحد. نعم. 29 راح تكون طبعا من مولود الدلو. نعم. وراح تكون طالع حترابي. نعم. اوكي. اوكي. زين. ايش هي ساعة الولادة؟ ما تعرفها، تعرفين مهام توفية. ها خطية. يعني احنا شوية فاطمة مسألة انه ساعة ولادة مو مضبوطة هاي شوية ترجع علينا، لان اذا تتسأل عن صحة لا تتسأل عن شيء مفقود او شيء دقيق يعني كلش مهم، فهاي شوية تكون عندي صعبة، صرعتنا صعبة لانه تعرفين هي بصمة، والبصمة الى ان نلقى الوجه وكذا. عموما اوكي يلا خلينا نحاول انه نلقى صفاتها الحقيقية بين ثلاث الوجوه، ممكن انه نتحدث عنها. اوكي يلا، عن شنو أوكي. عن شنو تساليني؟ عن الصحه، هل متدهوره الصحه يعني؟ اوكي يلا فاطمه. أوكي. فاطمه. نعم. بالنسبه لي قنديل، قنديله. نعم. قنديله تخبل في دول قلبها، قنديله حلوه باي. شوفي يعني نعم. طالعت لي تحت المتوسط من الطول بشويه. اي صحيح. حليوه مقطقطه، ايديها ورجيناتها ناعمه. اي تمام تمام تمام. زين، اكو شيء كان يكون جرح او عمليه او ندبه او شيء، لكن في جسمها يبين هذا الموضوع. اي نعم، بطنها عمليه. اوكي اوكي تمام. هسه هي تشكي من داء مو طحال، اكو شيء في منطقه البطن حار عندها مره مرة مرة. نعم. مرة هو هذا الموضوع تمام هسه؟ اي سخونة تصير عندها، هي صارت فيها كورونا وطابت يعني. الأمعاء عندها مقلوبة، المريء حار. نعم. أشياء. نعم. يعني تتخربط ببطنها، أشياء تتخربط ببطنها. صحيح، معدتها شوية تشكي. تمام كلامي؟ تمام. شوفي. نعم. ما عندها أي عارض إن شاء الله. بس هي هاي النوازل الحارة اللي زحل تركه على كل الأبراج، وإحنا حكينا قبل ذاك الشهر اللي فات يوم من الثلاثاء من اللي راح كان زحل بمقاربة مع الأرض وجها لوجه، وهذا ما يدل على أكو مواليد تنذر لا سمح الله بالموت في ذاك اليوم، ومواليد من انولد في ذاك اليوم كان تعيس الله أكبر، ومنهم من كأ للعلم. فلما انصابت بهذه حالة الكورونا هي هاي حالة الحرارة، لأن زحل حار فترك. نعم. هذه المواضيع اللي قطعت أمعاء أو ربما تركت حرارة ظلة أو شيء من هذا الموضوع. عموما القضية. نعم. جدا سهلة، ولسورة الحديد شرد من عندك. شنو؟ سورة الحديد. نعم.
لح تجيبي لي قدح من هذا البزبل اللي هو الكواغد اللي احنا نشرب به السفري نسميه. اي السفري. نعم. لح تكتبين سوره الحديد تقدرين؟ اذا ما قدرتي سوره الحديد لح ترسينه بمي حار، طبعا حار راح يفور من الكتلي مالت الشاي اللي قبل ما نخلي طبخه الشاي. نعم. تصبينه بهذا القدح وراح تجين تقرين عليه سوره الحديد. نعم. او ايه من سوره الحديد. نعم. بس هي بيها سر وحروف ما حد يحصيها وين بالضبط موجوده، لذلك نحن ناخذ السوره تقرايها بعد هذا الموضوع. نعم. نفخه نفختين على الماء، هاي مو نفختك، هاي نفخه الحروف والارقام اللي راح يصير من حراره، بعدين تعطيها. نعم. المن تعطيها للوالده راح تشربها، بالبدايه راح تشعر بحراره، ربما. نعم. يحتاج معاها الدم، وربما. نعم. تتخربط شويه لانه سوره الحديد مع الماء الحار على الحراره اللي عندها شيء شويه صعب. نعم. عليها للعصر تماما راح تشعرين بانه السخونه بدات تروح والحراره. نعم. بدات تروح، وفي خلال 3 أيام إلى 6 أيام على الاقل تتخلص من هذه الاوجاع اطلاقا، واي عارض. نعم. كان ممسك بهذا الجثه او البدن تنتهي عوارضها ان شاء الله. الله والامور ان شاء الله يعني ايجابيه باحسن ما يكون. زين ست مايس المي هو حار الشربه لو لا هو يعني مبرد. شاي شلون تشربه هي؟ اي تمام. حرارة احنا بس نحطه يعني هو. نعم. وسخن شويه نخلي بالقدح ونقرا عليه الى ان خلصه من القراءه، وصاير ترى تقدر تشربه بعد يعني مثل الشاي بالضبط يعني. نعم. وان شاء الله امورها باحسن ما يكون يا رب، وتندعي لنا بالخير والصحه والتوفيق ان شاء الله. تسلمين حبيبتي فطوم الغاليه، فدوى لوجهك حبيبه، طول لي عمرك. مرحبا. نعم. حياك الله. مرحبا. نعم. اتصال هاتفي اخر. الو 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 صباحا. صباح الخير. صباح العافيه. شلون ست ميت؟ يا عيوني من معايا. شلون صحتك؟ اي خليك. اريد الابن ست ميت. اي منو معايا؟ منو حضرتك؟ اشرف باسمك. يعني حميده ياسين. منو؟ حميده. حبيبه؟ حميده. شلونك حميده؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك، انت شلون؟ طول عمرك، من وين انت؟ زين الحمد لله، ذاتك بخير، احنا بخير. حيا الله بغداد وكل المحافظات العزيزه، اهلا وسهلا. والديتك حبيبه. كنت احاول ما حصل. لا حميده صدق تحكين يا معود. هاتي اول مره تتصلينه؟ هاي اول مره حصل. يلا ان شاء الله ما تكون الاخيره، وتكوني ان شاء الله يا ربي ضيفه وصديقه البرنامج الدائمه. بسم الله والديك. والديتك حبيبتي انت. يلا ست حميده قولي لنا. اريد الشخص الرياض. اي رياض اسمه؟ رياض عزيز. رياض عزيز. ابنك مو؟ اي ابني. تمام. اوكي. شنو تسالينا ست حميده؟ كنت يعني شغل تعبان ست مرة. تعبان؟ وكل رزقه يعني يلزمه منه ويروح منه. تمام. ايش قد العمر رياض؟ رياض مواليد 1977. هو 77؟ ايه. اوكي. 19/12. 19/12. مولود القوس. راح يكون طالعة المشتري وطبعة ناري. تمام؟ تمام. ايه. ست حميدة وياي؟ ايه. ايه. يلا ست حميدة انطيني ساعة الولادة. أي ساعة؟ الولاده ورا صلاه الصبح. اكيد اكيد. متاكده؟ فجر. الو الو ياك ست حميده، توخريني من التلفزيون في دول قلبك. اي والله مو يمك حتى تسمعيني زين عيوني انت. مو يمك التلفزيون. يلا تساليني عن الزواج لو فقط بس العافيه والرزق. لا لا انا متزوج وعندي اطفال. يلا خير وبركه. يلا حبيبي على مود رزقي وما محظوظ. يلا يلا خلينا نسولف. تقريبا شهر 12. هو شهر 12 شنو؟ ست حميده. اي شهر ال 12 ايش قد قلتي لي بيه؟ 19/12. اي مولود القوس قلنا طالعه هو. أيه. المشتري طبعا نار. يلا خلينا نسولف عن صفاته عزيزتي. يلا انت متابعتنا مو؟ اي وياك. لا يعني دائما تشوفين حلقاتنا؟ اي اي متابعتك من التلفزيون. تمام، اذا متابعتني معناها تعرفين احنا شلون نقرا، ناخذ الوجوه الثلاثه. هسه هو ساعه الولاده انت ما حددتي، قلتي بس الفجر.
يمكن يروح يمكن تروح شوية من صفاته على الوجه الأول أو الثاني، لكن نلقى الوجه إن شاء الله. يلا تمام؟ إيه تمام يلا. اللي واضح معايا راح يكون متوسط من الطول والقامة، يعني زين طويل. اي اي ما ده اقولش متوسط. زين. اي اي. يعني يروح شوي على حنط البشرة. صحيح. كان نحيف بعد نحيف. اي كان ضعيف هسه شنو؟ هسه هو ليأشر لانه قلت لك هو في اثنين صفات للوجه. عامة كأنه اكو شيء شرمة او شيء في اذانه او على وجهه. خشمة. كلامي صح؟ صحيح. أني أدري بهذا الشيء؟ لا لا يعني. يلا. يعني هسه اللي هسه اللي راح أقول دكتورة أذن للدكتورة. فدوى لقلبك، هاي يعني عن جو يعني ما شايفتكم، العدد إذا أشوفكم شلون؟ والله العظيم. حبيبة قلبك. عيوني طول عمرك، اسم عيني حبيبتي أنت. يعني الكلام اللي راح أقول لك إياه صدقيه مليون بالمية. لو عندك شك. إن شاء الله. خير؟ إن شاء الله، إن شاء الله. يلا خير إن شاء الله. باي. اولا هذا المولود ولا تزعلين من عندي، ساعة الولادة كانت هي يسموها يعني شلون اعبر عنها، بس هو هذا الشخص يحب النساء كثير او يحب حتى مجموعة، يعني من يكون قاعدة مطبخ ببيت بكذا يجي يم اخواته يم امه يم الحبايب، يعني يحب صحيح. يحب مجالسة صحيح. النساء اكثر يعني شلون احنا نقول يروح بالمطابخ يدور على النسوان وبالشارع وبالشارع وما شاكل ذلك، طبعا مو نص خلينا نقول ربع رزقه رايح على هاي السوالف. لا لا والله ما عندها هاي. لا 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 تقولي لي لا لا تسمعي مني ايش من ريتش انت قبل راح اجي اقول لك، بس انتبهي انتبهي. كانت حاله لكن هسه الحاله الجديده اللي هو بيها اكو كانه امر مهتم له، شيء مهتم له، اكو شيء شاغل باله الان، شيء مهتم به هو هسه مهتم به، شيء شاغل باله الان، اكو شيء بده يشتغل به. ايه. ماخذ باله ماخذ يعني بده يحاول انه يحضر له، بس اعتقد هذا الموضوع ما راح ينحسم بهالطريقه هاي، يعني تفكيره مو صحيح. خليه ينتبه. حميده. حميده، فايت بشيء، فايت بشيء لعمل محدد او فت شيء، اكو شيء هو الان بينه وبين نفسه ما يريد يصرح عنه، خليه ينتبه على هاي القضية، ربما تأثر عليه أو ترجع بالسلب. هو بقى. عنده محل، عنده محل. أي بدي أقول لك، بدي أقول لك هذا الشيء أو هاي الفكرة أو هذه الشراكة اللي واضحة معاه مو صحيحة. خليه ينتبه. تمام؟ ما سمع زين. أكو شراكة، أكو شراكة، أكو شيء هو دي بينه وبين نفسه أو أحد طرح عليه فكرة. خليه ينتبه لهذا الموضوع بيها خسارة عليه. أي. واضح شلون؟ إن شاء الله. اسمعيني، سريعاً يمك ورقة وقلم؟ إي. إي، إذا ماكو. يعني شغلة مثل يجي واحد ياخذ يشتري من عنده وفلوسه ما يرجعوها إله. مو هو هنا الحكي بدي أقول لك أكو شيء بالناقص من عنده، اسمعي يمك ورقة وقلم راح أعطيك شيء، يلا. تكتبين؟ إي. تكتبين؟ إذا ما تقدرين تكتبين ممكن تفوتين على الصفحة وتتابعينها أو تريدين تشوفيها بالإعادة وتكتبين، اسمعي. لا نكتب نكتب. يلا حميدة بسرعة. يلا عين. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه. قال عيسى ابن مريم. إيه. ابنه يعني ابن مريم. إيه. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا ولآخرنا. إيه. والآية الثانية. ومنك ارزقنا وانت خير الرازقين، طبعا هاي الايه اللي راح تكون 114. وبعدين تكملين جواها ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. أيه. تمام؟ هاي راح تكون على اسمه واسم والدته وتكون في داخل المحل هذا. تمام؟ ليش هو يطلب ويجي يروح عطل او بيروح ما يطويه. اي ما نجدحكي لك هسه انت اول مره اخذت بعد اخذت تكون البركه بعد بعد اخذت تزداد البركه بالمكان وبعدين مساله الديون وما شاكل ذلك يروح للديون تدرين ايش وقت؟ مو هذا الاسبوع، الاسبوع القادم.
لان انا بعدني دا اكمل، اي دا اكمل بالكلام وانت سبقتيني الحديث. يروح للديل على الاسبوع القادم لانه اكو نوازل ممكن تمنع واكو نوازل ممكن تحفظ. فالاسبوع القادم احسن الاسابيع يكون يوم الثلاثاء افضلها. اذا كان الى طلابه او اذا كان طلب او اذا كان متمكن من شيء، يوم الثلاثاء القادم يكون افضل الايام الى واحسن الاشياء. اعملي لي بس بهاي الايه اللي حتكون في داخل المحل حتى ترجع البركه، لانه كله بالناقص مع هذا الشخص. صحيح. تمام؟ صحيح. يعني وكانه ينتظر مولود جديد؟ لا والله وعده اربع بنات وولد. يعني الفلك يوعده بمولود جديد على القادم. ليه ولد؟ يعني انا ما مبين معايا بس هو مولود، اكو شيء جديد من طرف بعض الابراج كانه يروح من الثور او الحمل ويأشر، وهذه يعني تعني بقراءتنا انه ربما يرزق بمولود اخر. نعم، شوفي حميدة عيوني انت الغالية، كملي هاي الاشياء وعاد الاتصال بي، راح اعطيك اقوى الاشياء اللي تنفع هذا المولود، جدا يكسر الخاطر والله، يعني كلش كسر خاطر الصراحة. اي تعبان والله. تعبان، دعاود الاتصال بي ان شاء الله على القادم. هذه الارقام اللي احنا بدنا نستخدمها طبعا بس للحالات المتعسره، الحالات الصعبه اللي بدنا نشوفها ممكن انه نعملها على، يعني هي تاخذ وقت من عندنا صراحه، احنا ما نريد يعني نبدي بها او نشتغل عليها لانه تاخذ وقت جدا كبير، واحنا ما نريد نخلي عتب او التزام علينا لان الكل راح يداعينا ويطالبنا ب اللي وعدناهم، واحنا ما نريد نقصر معاكم. لكن مثل هيك حالات خطيه مثل الرياض وغير الرياض كلش محتاجين لتقويه الطالع او لربما لاستدراج يعني نوازل هي سيئه اللي تحيل بينه وبين ارزاقه او عدم التدبير، وهذا الموضوع نقصان في البركه من بعد ظل يحتاج اشياء حتى بس نصفي له الجسد والبدن والمكان والمحل، وهذا كله جدا كبير بس راح يتمثل بهذا الوقف اللي انا احكي به، هو علم الحروف والارقام للنبي ادريس عليه افضل الصلاه والسلام، وسمي ادريس كونه كان يدرس كثير في علم الرياضيات والحروف والارقام ونسبها، ولكل رقم وحرف وهمزه ونون وغيرها من الامور كانت لها معاني جدا كبيره. فقط هذه علم الطاقه اللي احنا نتحدث عنه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام نتواصل وياكم على الخير والبركه، فقرتنا الصباحيه كانت كلش حلوه وبعثها حلوه وياكم. ما راح اقول مع السلامه، راح اقول الى اللقاء ان شاء الله في لقاء قريب يجمعنا بكم كل يوم صباح. فقرتنا الصباحيه بعدها مستمره وياكم مع زملائي بالاستوديو، راح يكملون بقي فقره صباح زاجروز. انا راح اقول لكم باي باي.